محطتنا الطبية لليوم رح نتوقف فيها مع الموضوع الأكثر تداولا حول العالم، جائحة كورونا التي تستمر الدراسات والبحوث الطبية عليها وتوصيات من منظمة الصحة العالمية وغيرها الكثير من مصادر المعلومات حول الفيروس المستجد. واليوم سمر رح نسلط الضوء على تشخيص أعراض فيروس كورونا من خلال العين وأيضا المنظفات وتأثيرها على العين وجفافها مع دكتورة فادية شموت أخصائية بأمراض العين وجراحتها وعضو الجمعية الدولية للجراحة الانكسارية. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. صباحك واهلا وسهلا فيك دكتورة. بالبداية مثل ما نسمع انه فيروس كورونا انه احمرار العين يعني هي من اهم علامات اصابة الشخص بفيروس كورونا، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا قبل ما نحكي نحن بنعرف انه الطبيب الاول اللي اكتشف الكورونا هو طبيب عيون، طبيب صيني، دكتور لي، اكتشف الحالة وخبر عنها لكن العالم ما صدقته أول شيء. طبعا هو اكتشف الحالة مو من الإصابات العينية، من الإصابات اللي نحن بنعرفها أو الأعراض العامة اللي هي الصدرية، لكن هو طبيب عيون اكتشف الحالة وخبر عنها بس ما أخذوا بعين الاعتبار لحد ما انتشر الوباء. هلأ نحن بنقول أنه يا ترى فيها فعلا عنا إصابات عينية بالكورونا؟ نعم فيه. فبكتير بلدان مثل عنا إيطاليا وبريطانيا وأمريكا كانت عندهم في حالات إصابة بالكورونا إصابة عينية فقط، يعني المريض ما عم يشتكي من إصابة لا صدرية لا حرارة لا 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 سعال لا وهن، الأعراض اللي نحن نعرفها بشكل عام أعراض الكورونا، لكن أنه في إصابة عينية اللي هي احمرار العين. شو بيصير نحن إذا انصابت العين بالكورونا؟ طبعا المريض بيصير عنده احمرار بالعين، حكة، حرقة، مفرزات، بتصير مثل أي أعراض التهاب ملتحمة بنعرفها نحن. لكن نحن الالتهابات الفيروسية، هو لأنه فيروس الكورونا بتختلف عن الالتهابات الجرثومية، الالتهابات الفيروسية ما بيكون في عنا مفرزات مخاطية قيحية شديدة، بتكون عبارة عن احمرار فقط ومفرزات مائلة للمائية أو مخاطية بسيطة. بس نحن ليش بنحب ناكد على انه ما نستهين بالاصابه العينيه؟ لانه اذا انا المريض ما عنده اصابه صدريه، ما عنده سعال، ما عنده حراره وعنده اصابه عينيه، يا ترى هذا المريض ممكن يعدي غيره؟ طبعا ممكن يعدي غيره، وهي عن طريق المفرزات. يعني المريض اذا حك عينه بايده وسلم على شخص ثاني تمام، الشخص الثاني ما مبين عليه للمريض انه هذا عنده اعراض كورونا، ما في سعال ما في شيء، ممكن يصافحه هو مطمئن انه هذا المريض ما عنده اعراض صدريه، لكن الاعراض العينيه لحالها تكفي بانه انا امتنع عن اني صافح هذا الشخص او اني اقرب عليه مشان ما يتسبب لي بالعدوى. نعم دكتورة، يعني مثل ما قلتي طرق انتقال العدوى سريعة جدا بفيروس كورونا، وخاصة انه يمكن اكثر الناس بيلمسوا ايدهم او وشهم او عيونهم، فهذا الشيء ممكن يسبب نقل العدوى بشكل كثير كبير. لكن نحن بنعرف انه يمكن في اعراض متنوعة لفيروس كورونا، كيف في الواحد يعرف انه مثلا اذا كان عنده اصابة معينة بالعين انه هي ما أنا اصابة مثلا من تغييرات الجو او حساسية او جرثومية، انما هي لفيروس كورونا، وامتى في يسأل الطبيب او يزوره؟ يعني باي حالات بتحبذي انه يتصل بالطبيب ويقول له انا عندي هي الاعراض ولازم انه؟ هلا نحن صار في عنا بروتوكول بالنسبه للتعامل مع مريض الكورونا اجمالا، انتشر بالعالم هذا، كل دوله عملت لحالها بروتوكول، حتى نحن كمان عملنا لحالنا بروتوكول، بحيث انه انا مثلا بعيادتي اجاني مريض ما عنده اعراض عينيه، عنده احمرار بالعين، عنده مفرزات، عنده شاكك بانه عنده التهاب، ما شرط انه كورونا. هلا انا مجرد هالمريض ما فات لعندي لغرفه الانتظار وعنده اعراض عامه، يعني عنده حراره، عنده عروقات، عنده الام عضليه، عنده اعراض صدريه، المفروض انا ما استقبله. ليش؟ مشان ما يحتك مع بقيه المرضى اللي عندي بالعياده وانه ينقل العدوى. فاذا بدي شك انا انه عنده اعراض جهازيه مرافقه للاعراض العينيه يفضل اني انقله لمشفى، اخذه على مشفى بحيث يعملوا له الاختبار، في على اختبار السي بي ار مشان نتاكد انه ما عنده كورونا بشكل صريح، وممكن بالمشفى كمان هناك يعطوه العلاج الدوائي للحاله العينيه، يعني رح ياخذ حقه من العلاج اكيد بس رح يكون بامان اكثر له ولغيره. هلا اذا انا مثلا عندي بالعياده ما عنده اعراض جهازيه صدريه واللي شك بكورونا لكن عنده اعراض عينيه، لكن في احتمال انه هالعرض العيني لحاله يكون فيه انه من وراء موضوع الفيروس، فانا لازم اخذ احتياطاتي، يعني بالانتظار لازم راعي موضوع التباعد، ما يحتك مع بقية المرضى، قبل ما فوتوا على العيادة لازم تعقيم، بعقم له إيديه،
بفوت على العياده بكون عقمت الجهاز، انا كمان انا بكون لابسه كفوف وماسك، بفحصه من الجهاز، بعطيه العلاج وبعطيه نصائح انه انا في حال انت ظهرت عليك اعراض ثانيه جهازي يفضل انك تراجع اي طبيب صدريه او اي اقرب مشفى مشان تتاكد انه انت ما عندك الفيروس. وبعد ما يخرج طبعا بعقم الجهاز بشكل كامل مشان المريض اللي بعده ما يتاثر كمان بالفيروس. دكتوره، برايك هل يكفي تشخيص الاعراض التي تظهر على العين وحدها لتحديد الاصابه بفيروس كورونا؟ الاصابه العينيه لحالها؟ هلا نحن في عندنا الاختبارات اللي عم تتساوى على المرضى، حتى بامكاننا نعملها على فيلم الدمع، يعني انا المريض بدي اتاكد انه هي الاصابه العينيه مالها شو بساوي؟ باخذ مسحه من المفرزات المخاطيه او من الدمع نفسه اللي بالعين وبعمل عليه الاختبارات نفسها تبع الفيروس. اختبار البي سي ار نفسه؟ نفسه بيصير على فيلم الدمع، وبامكاننا نكتشف الار ان ال المسؤول عن الفيروس هذا موجود بفيلم الدمع. حتى اكتشفوا في سيده ببريطانيه ما كان عندها اعراض صدريه، اخذوا مسحه من المفرزات العينيه من الدمع، لقوا انه الفيروس موجود بعينها. كانت طبعا بفتره الحضانه واستمر طول فتره اصابتها، وحتى بعد ما خليت المفرزات البلعوميه عندها من الاصابه، يعني عملوا تحليل للمفرزات المسحه البلعوميه الانفيه البلعوميه لقوها سلبيه، لكن لما رجعوا عملوا اختبار للمفرزات الدمعيه لقوا انه لسه في عندها الفيروس موجود بفيلم الدمع. هلا كثير من السيدات دكتوره بيتهم بشكل كثير كبير، استخدموا المعقمات وهالقصص الكبيره، خلينا نحكي عن يعني سلبيات وايجابيات، اكيد يعني صار في اضرار على الصدر وعلى العين وعلى اكثر من قصه، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، استخدام المعقمات بشكل مبالغ فيه. تمام، هلا نحن هي المشكله انه نحن احيانا المريض يا عم يجينا بالتهاب ملتحمه نتيجه الفيروس او نتيجه التهابات اخرى، او عم يجينا التهابات ملتحمة تحسسية نتيجة المبالغة باستخدام المنظفات وخاصة مادة الكلور. حتى الكحول يعني في استخدام خاطئ له، يعني لما عم يكون المريض الشخص خارج البيت عم يفوت على البيت عم يحاول يبخ كحول على جسمه كله وعلى وشه. دخول الكحول إلى العين بيعمل تخريش تحسسي، بيعمل تخريش للقرنية وللملتحمة. بالاضافه لست البيت بقلب البيت استخدامها لماده الكلور بشكل مبالغ، واحيانا عم يخلطوه مع الفلاش، هذا عم يعمل اعراض صدريه سامه اكثر من الفيروس بحد ذاته. كمان بالاضافه نحن عندنا الاعراض العينيه عم تكون في عندنا التهابات بالملتحمه شديده نتيجه استخدام الكلور بشكل مبالغ او الفلاش او المنظفات بشكل مبالغ. نحن كله مثل ما قلت لك ضمن البروتوكول بوزاره الصحه كانت عم تنشر دائما طريقة استخدام المنظفات والمعقمات عند الأشخاص العاديين وعند الكادر الطبي اللي على تماس مع المرضى بطريقة علمية ومنهجية بحيث ما يأذي الشخص نفسه. طب دكتورة، يعني كثير من الناس بتقول لك إنه صار معي التهاب بالعين أو جفاف، ممكن من الطقس، ممكن من عادات خاطئة، ممكن من استخدام الخاطئ للمنظفات ايضا، لكن بيقولوا لك ما هي الطريقه السليمه لتعقيم العيون؟ يعني بنسمع من اهلنا دائما الشاي، حطوا شاي كمادات شاي، او حطوا مثلا اذا في انتفاخ او كذا حطوا خيار، حطوا دائما في عندهم الاشياء الطبيعيه، لكن خلينا نعرف في ناس بتوصف لحالها قطرات بدون ما ترجع للطبيب، كمان هي خطيره. خلينا نحكي عنها. طبعا هلا نحن مجرد ما الشخص ظهرت عنده اعراض عينيه، شك بالتهابات او نتيجه استخدام مبالغ لها، المفروض يراجع طبيب. الحالات العينيه لا يستهان فيها، لانه نحن اذا كان في عندنا التهاب فيروسي وما تعالج كثير بتاثر القرنيه وممكن تاثر القدره البصريه، يعني مو بس موضوع اعراض صارت، صار في قدره بصريه في نظر، فاذا تراجعت القدره البصريه باصابه القرنيه بجوز تصير الاصابه غير قابله للشفاء بشكل جيد. فنحن لما بيكون في اعراض الافضل انه المريض يتابع. هلا انه يغسل عينه، نحن امتى بنقول له المريض اغسل عينك؟ يعني انا مثلا ست البيت بتقول لك احيانا كنت عم اشتغل بالكلور، طرش نقطه كلور بعيني، يا دكتوره شو نساوي؟ بتصلوا بالتليفونات انه هلا نحن بحاله مثلا ما نحسن نجي على العياده، شو نساوي؟ انا طبعا بنصح المريض اي شخص بفوت لعينه ماده غريبه للعين او بيتعرض لدخول جسم غريب للعين، لبين ما يصل لعند الطبيب مو غلط انه يغسل عينه، وخاصه اذا دخلت ماده تماما كما الماء العادي، الماء الجاري. الشاي والهي نحن ما بننصح فيه لانه ما بنعرف شو المواد اللي عم تتصنع. اذا بده اكثر كمان عقامه انا بقول له المريض غلي المي استناها لتفتر
هيك صارت تعقمت العين الماء وغسل فيها عينك لبين ما اتصل الطبيب. هلا اذا كانت ماده فاتت بشكل عابر بسيطه ممكن راسا تتحسن، لانه العين بتحسن تدافع عن نفسها، يعني بتفرز الضاد وبتحسن تدافع عن نفسها. اما اذا لاحظ انه الاحمرار ازداد والمفرزات صارت اكثر، لا، الافضل يراجع الطبيب، لانه في اطراف عينيه ممكن ياخذها من الطبيب هي تفيده وما ياخذها من الصيدلي. باكد على هذا الموضوع، انه الصيدلي احيانا عيني ملتهبة أخذ الأطرة بتكون فيها كورتيزون، يكون فيها مواد غير مناسبة للعين. هلا أنا وسمر من الصبح عيوننا عم تدمع، من الطقس شيء؟ ممكن الطقس، ممكن السهر، ممكن استخدام الموبايل. هلا بهالفترة هي فترة الحجر، العالم كلياتها عم قاعدة على الموبايل فترة طويلة، ما عندها يعني خروج من البيت، فعم خاصة الأطفال هلا كثير عم يجوني بحالة دراي آي. ليش؟ لأنه عين جافة، لأنه طول النهار قاعدين على التاب أو على اللابتوب عم يتفششوا فيه مثل ما بيقولوا يعني، فعم تسبب بشيء اسمه جفاف العين. هلا نحن بجفاف العين في عنا أطرات مرطبة بنستخدمها بيتحسن المريض عليها. بنستخدمها ممكن من غير استشارة الطبيب دكتورة؟ لا طبعا، لأنه مو كل حالة احمرار أو حكة بالعين هي حالة دراي آي. تمام. نحن بدنا ننفي وجود الانفكشن الالتهاب، وإذا كان ما في أعراض في عنا اختبارات خاصة بتتأكد إنه فيها العين عين جافة. بنروح على الصالونات دكتورة قبل مثلا ما يبلشوا بالميك اب بحطوا لك هي القطرة للعين، يعني هذا الشيء غلط، يعني ما بتنصحي فيه اكيد؟ طبعا غلط طبعا، لانه لا تنسي انه اذا عم تستخدمها لزبونه مثلا ودقت بشفونها او بريف عينها وردت استخدمتها للثانيه، بجوز الاولاني يعني يكون حامله جرثومه بتنقلها للثانية. ما بيصير استخدام اول شيء القطره بين شخص واخر، ثاني شيء القطره لها مده، يعني عندك مثلا 20 يوم خلاص انه هي لازم تنكب، اما والله احتفظ بقطره شهر عم اطر منها للزباين اللي عندي ما بيصير طبعا. هلا بنرجع لموضوع الكورونا دكتوره، كثير عم بينصحوا ارتداء النظارات الطبيه بدل من العدسات اللاصقه، خلينا نحكي عن السبب. هلا نحن مثل ما حكينا ان المفرزات كثير عم هي مصدر لنقل العدوى، فنحن استخدام العدسات اللاصقه طبعا المريضه بدها تحطها تلامس عينها، لما بيكون في عنا ملامسه العين يعني لامست مفرزات الدمع، لما تركت العدسه بعينها وايدها كانت ملامسه للعدسه بدها ساعتها تنقل العدوى لغيرها مجرد ما هي لمست عينها. هي شغله. الشغله الثانيه، نحن اي حاله التهاب العين حتى لو ما له كورونا هو مضاد استطباب لاستخدام العدسات اللاصقه. ليش؟ لانه وجود الجسم الغريب بالعين هو بياخر من الشفاء اذا كان في التهاب بالعين. لذلك انا اي كثير احيانا بيجوني مثلا صبايا لابسين عدسات بمناسبه، ثاني يوم جايين حاله مثلا قرحه بالقرنيه، خراج بالقرنيه، التهاب بالملتحمه، هي كلها بيكون سببها العدسه اللاصقه، وخاصه اذا كانت طريقه التعقيم ما لها جيده، يعني مثلا في له سائل خاص العدسه اللاصقه، في ناس مثلا والله خلص من عندي السائل حطيتها بالمي، هي كثير مصيبه كبيره، لانه استخدام الماء العادي بتعقيم العدسه اللاصقه بينقل شيء اسمه فطريات اللي بتسبب قرحات قرنيه مهدده للرؤيه، فلذلك كمان بده يكون في وعي باستخدام العدسه اللاصقه. مشان هيك نحن مشان ما ندخل بمشاكل عينيه كبيره نصحنا انه المرضى انتم هلا بهالفتره لا تحاولوا تستخدموا العدسات اللاصقه كثير، انتقلوا لموضوع النظاره اللي هي سيفتي اكثر، امنه اكثر، وبامكانكم ساعتها لما يصير في شفاء من الحاله ممكن تلبسوا العدسه. نعم دكتورة، يعني خلينا نعطي نصيحة أيضا لكل سيدة عم تتابعنا اليوم لتمنع جفاف العين وتحمي عيونها، وخاصة بنعرف السيدات دائما عندهم يمكن التزامات إن كان بوضع الميك اب أو حتى بعمل البيت أو حتى بشغلهم برا، أكثر منطقة حساسة عند السيدة هي العين، فخلينا نعطيهم نصائح. تمام. هلا بالنسبة للسيدات مثل ما حكيتي موضوع الميك اب هذا لازم نحن ما أول شيء لما تكون حاططه ما ترجع تنام فيه، لانه لما بتخليه على عيونه وبتنام فيه هذا بيسبب مثل ما حكينا التهابات بالعين، والالتهابات ممكن تعمل دراي اي. الشغله الثانيه الاعداد فتره طويله على اللابتوب او على الكمبيوتر كمان هي احد مسببات للسهر الشديد، عدم انتظام عادات النوم، يعني هلا خاصه بفتره رمضان كثير صرنا نشوف العالم كلها عم تقعد للصبح وبعدين عم تنام مثلا، هي كمان عم تعمل اضطراب بفيلم الدمع وعم تعمل حاله جفاف العين. ومثل ما حكينا استخدام المبالغه باستخدام المنظفات والمعقمات هي كلياتها للي. حابه بس نوه انا على شغله. تفضلي. موضوع الكورونا بتعرفوا نحن نزلت ادويه جديده كثير على تجريبيه. في عالم صارت للاسف تسمع بالدواء تروح تشتريه او توصي عليه او اللي هو ماده الكلوروكين او الهيدروكسي كلوروكين كلياتنا سمعنا فيه.
هاي المادة مادة خطيرة جدا على العين اللي بجوز العالم كثير ما بتعرفها. نحن من زمان كنا نستخدم هذا الدواء الهيدروكسيكلوروكين للمرضى اللي عندهم داء ثياني او عندهم امراض مناعة ذاتية، لكن هذا المريض كان لما عم يستخدم هذا الدواء كل شهرين لازم يعمل زيارة لطبيب العينية. ليش؟ لانه هذا الدواء ممكن يسبب العمى، اثار جانبيه له ممكن يسبب العمى. ممكن طب ليه ما انسحب من السوق؟ لا، هن وصوا قالوا انه هو كثير دواء خطير على العين، ممكن يترسب بالشبكيه بمنطقه اللضخه ويؤدي الى تراجع الرؤيه بشكل كبير، ومشكلته انه اذا عملت عمى العمى غير قابل للتحسن. لذلك في عالم كثير بجوز عنا مو كثير بدول اوروبا وكذا صاروا يروحوا ياخذوا الدواء من حالهم، ماده الكلوروكين او هيدروكسيكلوروكين، انه هذا يلا باخذه للوقايه من انه ما يصير عندي كورونا. للاسف صاروا يراجعوا بحالات اصابات عينيه شديده. بس حبيت نوهها عنه مشان يكون عنده المشاهدين يعني معلومه عن الماده اللي عم يستخدموها لعلاج الكورونا، انه كمان بتاذي العين. أكيد دكتورة متشكرك كثير لوجودك معنا، متشكر نصائحك القيمة، وكلياتنا أكيد استفدنا من هالمعلومات الجديدة والقيمة. شكرا لك. الله يسلمك يا رب. شكرا لكم، شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لوجودك معنا دكتورة. يا أهلا وسهلا.